بخصوص موسم الحصاد والدرس لموسم 2018-2019، المساحة الإجمالية هي 3000 هكتار، أما الإنتاج إن شاء الله راحنا نتوقعوا إن شاء الله أكثر من 100000 قنطار. أول مرة راح نخزنوا يعني تخزين نتاع الإنتاج في ولاية ورقة راح يكون في 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 الولاية. يعني من ضمن يعني إن شاء الله التوقعات يعني نتاعنا يعني في المستقبل إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله راح نفوتوا هذه 3000 قطار. مدينا كثير كثير من أراضي في إطار الاستثمار، وهذا الأراضي تقريبا الكل رايح يمشي للنخيل والقمح والفارينة، وهناك هكتارات وهكتارات اللي تمدت، وهناك كذلك استرجعنا أراضي اللي ما تخدمتش استرجعناها.